في ضاحية بشمال غرب لندن، افتتح الملك جورج الخامس ملعب ويمبلي في 28 من ابريل عام 1923، بعد ان تكلف الملعب وقتها 750 الف جنيها استرلينيا، وبلغت سعته 127 الف متفرج. عام 2000 تم اغلاق الملعب، ثم تم هدمه بعدها بثلاث سنوات قبل أن يعاد بناءه على الطراز الحديث بتكلفة بلغت 798 مليون جنيها استرلينيا، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2007. استضاف ويمبلي دورتي الألعاب الأولمبية بلندن عامي 48 و 2012، وافتتاح كأس العالم في 11 من يوليو عام 1966 بين انجلترا وأوروغواي، وكان شاهدا كذلك على تتويج منتخب الأسود الثلاثة بلقبهما العالمي الأول والوحيد على حساب رفاق بيكنباور في 30 من يوليو من نفس العام، وذلك بعد تفوقهم برباعية مقابل هدفين بعد وقت إضافي. استاد ويمبلي الذي يحتل المركز السابع في قائمة أكبر الملاعب الرياضية في العالم بسعة تصل إلى 90 ألف متفرج، تم تصميمه عن طريق المهندس نورمان فوستر، وتبلغ مساحة مسطح الملعب 44 ألف متر مربع، كما يتميز بوجود أكبر قوس أحادي في العالم بارتفاع 133 متر، وقطر يبلغ 7.4 متر، ووزن يصل إلى 1000 متر.